لا يستطيع أن يرفض أن يبدو دافئا هكذا. ربما يعني البعد عن ذروة الوباء هو الذي أضفى هذا القدر ربما ليبيا. من الحمد لله ليبيا حاضرة. نعم السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أيضا حاضرا، وهو الذي أيضا يحرص بشكل دائم على تواصل مستمر مع الدول ذات الصلة بالملف الليبي. مصر واحدة من بين أهم هذه الأطراف، والتقدير الكبير الذي يظهره السيد محمد المنفي للإدارة المصرية، وهو أيضا يحظى بقدر وافر من الترحيب صحيح. وبنفس صحيح. القدر يعني هل أخرج كمامتي؟ لا لست بحاجة لذلك. تتم المصافحة على هذا النحو إذانا بالتقاط الصورة التذكارية. لا يخفى عليكما أن ليبيا تعاني من مشكلة بيئية هائلة. ليبيا لفترة طويلة ارتخت يد الدولة ولم تعد قادرة على ممارسة دورها الضابط بيئيا، فأصبحت تسير في